السلام عليكم وبركاته، كل عام وانت بخير ومبارك عليكم الشهر. نرحب بكل من انضم الينا في ثالث جلسه رمضانيه لبرنامج تمكين المراه الذي تم تدشينه من معالي وزير الاتصالات تقنيه المعلومات خلال ملتقى تمكين المراه في يوم المراه العالمي 8 مارس. خلال جلستنا اليوم راح نتكلم عن الرياده والابتكار، معنا سيدات طليعات في هذا المجال، اثنان سيده اثنان بابطين مدير اداره الرياده النسائيه في المنشات، عضو مجلس امناء بالمنطقه الشرقيه الاجتماعيه وعضو مجلس امناء بعماده كليه التعليم المستمر في جامعه الاميره نوره، مستشار متخصص في تاسيس المشاريع الصغيره سابقا، عملت كمدير تنفيذي صندوق الامير سلطان بن عبد العزيز من فراغ. حياك الله اثنان ونورتينا. الله يحييك. ايضا حياك الله معنا الأستاذة لجين نصيف مديرة حاضنة الأعمال في كلية الأمير محمد بن سلمان إدارة الأعمال، مستشارة معتمدة وعملت مع الكثير من الشركات الصغيرة المتوسطة في عدة قطاعات، أسست وأدارت أول حضانة نسائية في ينبع. أهلا وسهلا لجين. مرحبا. ومعنا طبعا غنية عن التعريف منار العميري، أسست ضالي تعزيز الخيال وتدعم الاختلاف الصحيح حول الرأي عن طريق المحتوى الصوتي في تطبيق ضاد. حياكم الله وسعيدين بتواجدكم معنا. بس قبل ما نبدأ أحب أنبه الحضور أنه ممكن يرسلوا لنا أسئلتهم عن طريق الكوستشن بوكس وراح نأخذها إن شاء الله في نهاية الجلسة. وفي زر اليد هذا أوديو فويس أوديو كوستشن، إذا معنا وقت راح نحاول نأخذ لكم سؤال. سعيدة بتواجدكم، وأحب بس قبل ما نبدأ نعرف مين اللي معانا اليوم، فلو سمحتي أفنان لو تعطيني البول الأول. هل أنت أنثى؟ أنثى أكيد. نشوف مين. أيوة. معانا اثنين أفنان اليوم، أفنان بابين وأفنان حكيم، فراح لخبطكم شوي الموضوع. أوكي، 68% سيدات ونسبة جيدة من الشباب مع اليوم 32%، كويس. نأخذ البول الثاني لو سمحتي أثنان. خمسة وعشرين بالمئة الرياض، 25% الشرقية الستاي، الغربية عندنا 34%، مناطق أخرى 13%، 3% خارج السعودية. Eugene, you must feel comfortable joining us all the way. أو برضو منا. الحمد لله. شكل في كثير entrepreneurs هناك. الحمد لله. ممتاز. بدأ أسئلة، أدري إنكم يعني متحمسين. أفنان يعني لك فترة أنت في مجال الريادة والإنوفيشن واشتغلت كثير مع سيدات، بس لك سؤال يعني مباشر، إيش نسبة الشركات الناشئة المملوكة للسيدات في المملكة؟ وهل النتيجة اللي إحنا حصلنا عليها في السعودية مقاربة للدول المحيطة الخليج والمنطقة الإقليمية؟ تفضلي. شكراً واضحة. بالنسبة لأعداد المنشآت النسائية اللي تملكها المرأة بناء على الحجم هي نسبتها 32% مقارنة بالمشاريع المملوكة بالرجال. النسبة مقارنة بالدول الأخرى هي متقاربة، ولكن الحجم المنشآت اللي تملكها المرأة أكثر من 90% هي تعتبر متناهية الصغر، ما هي في مرحلة نمو ولا مدينة. يعني 32% حين نتكلم عنها هي منشآت متناهية الصغر، يعني فوق على أن النسبة صغيرة بقوة. التوتال المنشآت المملوكة
من النساء نسبتها 32%، المجمل منها منشآت متناهية الصغر اللي من الـ 32% اللي حوالي 90% تعتبر مايكرو بزنسز. طيب كيف وضعنا في الخليج؟ هل احنا فوق يعني جنبهم فوقهم تحتهم؟ يعني ايش التارجت حقنا؟ Are we benchmarking against them or what exactly؟ وين؟ طبعا احنا الوضع المرأة مقارنة بدول الخليج يعتبر متقارب، ومن ناحية اعلى او اكثر انخفاض يعتمد على لو احنا بننظرها من ناحية الحجم. فلو نركز على المملكة العربية السعودية ونوعية البزنس اللي المرأة موجودة فيها الأكثر اللي هي في مجال الخدمي، وأيضا في بعض المجالات الأخرى اللي الآن دخلت المرأة في المجال التقني، صحيح المشاركة ما هي جدا عالية ولكن صار في دخول في مشاريع مختلفة. أما لو تقولين وين هي الآن، زي ما ذكرت لكم هي ما هي تعتبر نسبة منخفضة، فنحن نعتبر من الدول اللي نعتبر بالمراتب الأولية مقارنة بالدول الخليج. ممتاز، شكرا شكرا أفنان. منار، بوجه لك السؤال هذا. ضاد يعني منصة غنية عن التعريف ونجحت مشروعاتها بارك الله، وزيد فير تو سي يعني إن ضاد ولدت لوجود فجوة في السوق والمحتوى العربي على الإنترنت، ولا كان أنت عندك شغف وتحبين الأوديو بوكس وقلتي I love this I want to do it؟ ما أسمعك، نسيت إنه ميوت. المشاريع دائما تبدأ بسبب معين، قد يكون احتياج شخصي، قد يكون إنه الشخص شاف فرصة معينة في السوق وحابب ينتهزها. بالنسبة لي أنا من الناس اللي أكره كل ما يمت صلة بعملية القراءة الورقية أو حتى الكتابة الورقية، لأنها بالنسبة لي عملية جدا صعبة لمشاكل صحية موجودة عندي، ولكن هو صراحة مو سبب رئيسي. أنا إنسانة أحب يعني ملتي تاسكر، أحب أسوي أكثر من شيء في نفس الوقت، فحاسة الاستماع من الأشياء اللي يعني that allows me إنه أنا أسوي هذا الشيء، أقدر مثلاً أشتغل على كمبيوتر وأسمع حاجة. فبدأت طاد من موضوع إني أنا بدأت أنتبه إنه لغتي العربية بدأت خلاص تندثر، وما صار عندي مصطلحات، وصرت مرة كان صعب بالنسبة لي إني أنا أعبر عن رأيي أو أعبر عن إيش فيه في بالي للمجتمع اللي حولي، خصوصاً أهلي. يعني أهلي ولا واحد فيهم يتكلم إنجليزي، ولا واحد، ما عدا اللي الآن صاروا في عمري اللي ابتعثوا لبرا ورجعوا أو درسوا لغة إنجليزية. فبدأت أشوف إيش الأسباب اللي خلتني أنا أخسر هذه اللغة. يعني لما جيت أحصرها اكتشفت إنه أنا أتعرض لمحتوى بكم هائل للغات ثانية. يعني أنا لدرجة إني وصلت إلى حتى اللغة الصينية، يعني بدأت أتكلمها وأشتغل في الحج عندنا في مكة وإلى آخره. بهاسا إندونيسي، بدأت أتعلم إندونيسي من شغالة. بدأت أسمع أغاني، بدأت أشوف يعني أتعرض لمحتوى جدا كبير يأثر عليها في لغتي. فلما اتجهت قلت أوكي خليني أدور على شيء عربي عشان أبدأ أرجع يعني أتدارك الأمر أو الوضع الحدث اللي صار، ما لقيت، أو إذا لقيت فهو بجودة جدا سيئة. من هنا ولد الطاد، كان احتياج شخصي بس في نفس الوقت انتبهت للفرصة أو للفجوة اللي موجودة في السوق. ولو أنه في هذاك الوقت يعني 2014 أو 15 أو حتى أقدم 2013 يمكن، ما كان الانفراستركشر للتقنية في السعودية عندنا كان بالوضع اللي هو فيه الآن، فما كان عندنا مبيعات أونلاين، ما كان في ترانزاكشنز أونلاين، ما كان في أي شيء أونلاين. يعني كل شيء نشتريه عن طريق، يعني حتى ما كان في واتساب هذيك الأيام أعتقد، تشتريه وتوصيل عند الاستلام. كنت أنا أقول أوكي طب بس كيف أوصل لهم الكتاب بطريقة مسموعة سي دي؟ بس يعني إحنا شايفين، يعني أنا مطلعة على التقنية وشايفة قد إيش السي ديهات قاعدة تندثر، يعني حتى الكمبيوترات الآن ما عاد صار فيها مدخل سي دي. فمن هنا بدأت ضعت إنه احتياج شخصي، فجوة في السوق، فرصة انتبهت لها، ولأني كنت في وقتها أستخدم تطبيق كان يوفر لي نفس اللي يوفره اليوم ضاد، اللي هو أودبل من أمازون. أفتكر كان أول أودبل أستخدمه
كنت احمل ام بي 3 واحطه على الايباد الابيض الكبير اللي كذا كانت في دائره من النص. فكنت احط فيه الكتب واقعد اسمع، احط فيه الكتب واقعد اسمع وانا في الجامعه، وانا حتى والله في الثانوي اتذكر انا من التسعينات وانا اسمع الكتب الصوتيه على اودبل. فهذه القصه بشكل مره مختصر. سو يعني هو شغف، انت حولتي على ايش لاحظتي انه يسد فجوه. خليني ما ابغى اقول شغف في البدايه، يعني عشان ما يعني انا صراحه هو احتياج شخصي، يعني انا من الناس اللي احتاج محتوى بطريقه مختلفه عن اللي موجود الان في السوق. وهذا شيء ترى مو بالسوق، يعني احنا الان لو جينا شفنا اللايف ستايل حق الشباب اللي هم شباب القرن الواحد والعشرين يحتاجوا كل شيء بضغطه زر. احنا ليش نتفرج على نتفليكس؟ ليش نتفرج على هذه الاشياء؟ نبغى شيء سريع 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 بسرعه، لانه حياتنا مره سريعه. فهو مو احتياجي انا الحالي، وهذا الفرصه اللي انا انتبهت لها انه في تحول كبير في حياه الشباب، نمط جديد تماما. والى الان ما اشتغل، الى الان مساله انه يعني والى اليوم، يعني اكلمكم الى اليوم، مساله انه الشخص ياخذ كتاب، خلينا نتكلم كورق، ما زالت معاناة من أني أنا أروح للمكتبة. ما عندنا مكتبات عامة منتشرة، مفهوم المكتبة العامة مو موجود عندنا في البلد. حتى المكتبات، إحنا كم مكتب عندنا في العالم العربي، في السعودية كم مكتبة نقدر نروح نشتري كتاب، ونروح إلى المكتبة وما نلاقي الكتاب، فكانت معاناة. وإذا لقيناه أونلاين فكم يوم عشان يوصلني الشحن، فهذا إذا وصلني. فالمعاناة هذه هي فعليا فرصة. يعني كثير ناس يشوفوا انه اوكي بس يعني معاناة واشياء سلبية ونقعد نتشكى منها، ولكن هي في النهاية فرصة. وهذه الفرصة اللي انا انتبهت لها وقلت اوكي يمكن الان هو الوقت المناسب وانا ابدأ حاجة زي ذات. الله يعطيك العافية، سعيدين انك سويتي بعد ساعتين. لوجين يعطيك العافية، كلمينا عن البنشر لاب، ايش يقدم، مين يخدم، هل أنا أجيب فكرة هي جاهزة ولا لازم أكون في business model ولا I already established something، who do you serve؟ ممتاز. قبل ما أجاوب سؤالي أظن يعني it's worth، أنا طبعا عندي نفس مشكلة منار إنه الإنجليزي يدخل في الكلام، بس أظن كمان شيء مرة مهم إنه الواحد ينوه عليه إنه كأحدى يعني لغات التعلم اللي دحين في نمو اللي هي التعلم عن طريق السمع في العالم كله من الأطفال للكبار في السن. فأظن هذا يعني طبعاً مشروعك دفنتلي يعني بيأدي هذه الحاجة أو هذه الفجوة اللي عندنا في السعودية. طب بالنسبة للفنتشر لاب، إحنا مسرعة أعمال، حاضنة أعمال ومساحة عمل مشتركة في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال. فقبل ما أقدر أشرح لكم إيش هو الفنتشر لاب، مهم إني أشرح إيش هي الكلية أو إيش تقدم. وإحنا نقدم ثلاث حاجات أساسية. الأولى هو برنامج MBA متخصص في ريادة الأعمال، وإحنا كنا أول جامعة خاصة تقدم هذا الشيء في عام 2017. اللي يميزنا عن غيرنا كم شغلة، أول شيء إنه إحنا نتعاون مع بابسون كوليدج اللي هي رقم واحد في ريادة الأعمال في أمريكا لمدة أكثر من 20 سنة. البرنامج حقنا is hands on اللي تتعلميه تطبقيه. فعندنا برنامج اسمه Signature Learning Experience Course، نطلب كل الطلاب يا يبدأوا مشروع ونساعدهم إنه يخدوم الفكرة إلى مشروع جاهز دخول سوق العمل أو إلى السوق، أو إنه يكون عندك مشروع قائم وتبي تطوريه، أو المسار الثالث إذا أنت تشتغلي في شركة وعندك مشكلة تساعدك تلاقي حل ريادي لهذه المشكلة. شيء ثاني اللي نقدمه في الكلية هي Venture Lab، وهو إنه نعطي خدمات تساعد هذه المشاريع في إنها تبدأ أو إنها تتطور. إيش الخدمات؟ عندنا زي ما ذكرت برنامج احتضان. حالياً البرنامج اللي كان مفروض نطلقه في أبريل وأتأخر مع جائحة كورونا، وإن شاء الله حنطلقه في جون لأنه we're taking everything online إن شاء الله، يركز على مشاريع الريادة الاجتماعية مثلاً. للمشاريع اللي عندنا حالياً في الكلية نقدم لهم خدمات قانونية، نقدم لهم إرشاد، نقدم لهم seed funding، مساحات عمل مشتركة، تسويق، وأيضاً نعطيهم أسعار مخفضة مع البارتنر كومبانيز اللي عندنا إحنا. الشيء الثالث اللي نقدمه في الجامعة اللي هو الإكزيكتيف إدوكيشن، ويعني ما أدري هي كوينسيدنس ولا لا، بس إحنا عندنا إن شاء الله أونلاين بروجرام حنطلقه اللي هو اسمه ديجيتال ترانسفورميشن، حيتم إطلاقه بإذن الله في جون. السؤال شايفة كيف الصدف؟ السؤال، وعندنا كمان Women Empowerment Program by the way.
السؤال الثاني اللي ذكرتيه أو اللي طرحتيه، هل إحنا نخدم فقط الطلاب ولا المجتمع؟ في البداية كنا بنخدم فقط الطلاب وخريجي الكلية، ولكن الآن مع مشروع مع برنامج الاحتضان بدأنا نخدم المجتمع. بالإضافة اللي ذكرته، إحنا برضو نعمل إيفنتس، نعمل وركشوبس وترينينج. الآن مع جائحة كورونا بدأنا نعمل ويبينارز، سلسلة اسمها Game Changer COVID-19، نشوف كيف الكوفيد 19 بيأثر على different industries، مجالات مختلفة وقطاعات مختلفة في السعودية وعلى نطاق حتى الميدل ايست. فعندنا نجيب ناس يتكلموا، خبراء من مصر، من الإمارات، من البحرين، وحتى كان عندنا لقاء جبنا أحد من بريطانيا يتكلم ويعطينا وجهة نظرهم اللي هناك. فهذا اللي احنا بنقدمه الآن. وبالنسبة للإنكيبيتور بروجرام بإذن الله حيكون أونلاين، فنستقبل رواد الأعمال من جميع أنحاء المملكة. وإحنا كجامعة أصلاً الطلاب حقونا جايين من جميع أنحاء المملكة برضو، فعندنا أكثر من 30% من الرياض، عندنا نسبة حلوة من الشرقية، من المدينة، من ينبع، من جميع الأنحاء الحمد لله. الحمد لله. طيب كيف ممكن يوصلوا لكم الجيم؟ لو واحد يبغى عندنا يستفيد من الويب هذا سايت، يعني الويب الشيء الوحيد اللي موجود الآن هو الويب سايت mbsc.edu.sa، أو عن طريق قنوات السوشيال ميديا، عندنا حساب في سايت. تويتر وإنستغرام ولينكدإن أيضا. Amazing, amazing. We can share that. طيب ودي إني أخذ أنا البول اللي وراه لو سمحتي أفنان، لو تحبين للسبيان نبغى نشوف مين معانا اليوم، رائدات أعمال، موظفات، باحثات عن عمل، أو طالبات. إيش تتوقعون أكثر شيء؟ يمكن بين رائد أعمال وطالب أتوقع. بالنسبة لي أتوقع أن يكون موظف أو طالب، موظفة أو طالبة. موظفة أو طالبة. أفنان إيش ودك؟ باحث عن عمل. دائما باحث عن عمل هو الخيار اللي دائما الأغلبية. Everyone is يعني حتى لو إنك رائد ولا طالب. You are always باحث عن عمل. صحيح. طيب نشوف النتائج. رائد أعمال 11%، موظف 31%، شكلهم يبغون يسوون رواد أعمال. باحث عن عمل 29%، طالب 29%. ما شاء الله، يعني we have a good diversity here، يعني حتى الطلاب مهتمين. Great. مرحبا. خلنا ناخذ واحدة زيادة قبل ما نروح لل second batch of questions أو the third batch. تعطيني بعد بول لو سمحتي أفنان. من الذي يدفع السيدات لسلك مسارية الأعمال؟ تحقيق أهدافهم، تحقيق الاستقلال الذاتي، تعزيز الوضع الاقتصادي، المساهمة في التنمية، أم تفادي سيطرة الرجل؟ This should be interesting. في حد؟ إيش رأيك يا؟ الله. رأيك لجين؟ إيش توقعين؟ والله أتوقع بين تعزيز وضعهم الاقتصادي وتحقيق الاستقلال الذاتي. ممتاز. شوف تحقيق الاستقلال الذاتي يعني أكثر شيء. من هذا should be interesting. تفادي سيطرة الرجال. أظن هذه النقطة نفسها أو يعني مرتبطة كثير باستقلال الذاتي. أيوة، استقلال ذاتي، تحقيق الأهداف، تعزيز وضعهم الاقتصادي، أعتقد كلها نفس آخر واحدة. أوكي. تحقيق الاستقلال الذاتي ممتاز، برافو جيرلز. تعزيز الوضع الاقتصادي، المساهمة في تنمية البلد، وتحقيق الأهداف. أنا أشوف أنه في كثير awareness around it. طيب let's talk business. يعني أنا هذا السؤال موجه للجميع، أنا اليوم كيف أحول الفكرة إلى مشروع ناجح؟ وين أبدأ؟ إيش التولز أو الأدوات الرئيسية لازم تكون عندي؟ وين أروح؟ هل أخذ قرض؟ هل أدور شريك؟ تكنيكلي ايش المراحل اللي لازم امر فيها؟ يعني بعد مثلا اذا لايف ستوري، فمن الفكره الى البروجكت يعني، وذيس از ا سايكل اللي اتوقع كل جزء خبير في كل شخص منكم خبير في جزء منه. فممكن نبدا مع روجين
then أسنان and close with منار. ممتاز. طيب بالنسبة لي كيف ممكن أحول الفكرة لمشروع ناجح والأدوات اللي تحتاجها وكيف تبدأ؟ أول شيء لازم تتأكد إنه يكون في احتياج للفكرة حقتك. زي ما ذكرت منار ممكن يبدأ من احتياج شخصي، وبعدين لما تبحثي في السوق تلاقي إنه لا ترى الاحتياج هذا على مستوى أو نطاق أعلى من الشخص فقط. ممكن يكون إنه الواحد يشوف فرصة موجودة وتقدري إنك أنت تستفيدي منها أو تستغليها، يكون في فجوة في السوق. أهم شيء قبل ما تبدأ المشروع إنه يكون في ديماند، هيكون في ديماند للفكرة هذه، ولأنك تخلقي فكرة أو مشروع وما في احتياج ليها حتكوني زيك زي التانيين وما حتلاقي إقبال كبير عليها. فأول شيء تأكد إنه في فرصة وفي احتياج للفكرة حقتك. كيف أسوي كده؟ الريسيرش، البحث، يعني تشوفي مين في بلايرز تانيين أو كومبيتيتورز في السوق. ممكن تشوفي إنه في مثلاً تكنولوجيا أو خدمة بتقدم برا السعودية وما هي موجودة هنا وتظن إن لها احتياج. ممكن الواحد يشوف إنه في تكنولوجيا أو ابتكار جديد في السوق وأنا أقدر أشتغل في نفس المجال ده أو أخدمه مثلاً. أو ممكن ناس يكون عندها ابتكار شيء جديد مرة وأشوف إنه ليه احتياج وأقدمه هنا. المهم create demand. Yes. المهم إنه يكون في demand. بالنسبة للأدوات الرئيسية لازم تسوي دراسة جدوى ضروري، تعرفي قديه حيكلفك المشروع هذا، فين الاحتياج، مين العملاء، كيف حتواصل معاهم. دحين دراسة الجدوى في ناس يقول لك لا أنا بس بدأت كده، أوكي ممتاز، بس كيف حتعرف التكلفة؟ كيف يعني it's very important أنا في نظري. هذا واحد. اثنين، مرة مهم إنك تتكلمي مع الخبراء في هذا المجال. ما في أحد منهم get expertise, knowledge, get advice عشان تبدأي صح. بالنسبة لفين أروح، تقدر تتكلمي لمستشارين، تقدر تتكلمي مع ناس متخصصة، مع ناس ناجحة في ذا المجال، مع مراكز احتضان، مع مراكز مسرعات أعمال، مع منشآت بيقدموا خدمات جميلة جدا تساعد رواد الأعمال. بالنسبة أخذ قرض ولا لا، هذا سؤال شوية تريكي. أنا I come from the school of bootlegging. Bootlegging مصطلح في ريادة الأعمال، basic يعني basic description حقه إنه الواحد يبدأ بالموارد اللي عنده، سواء كانت موارد مالية، بشرية، physical items that you have. أنا يعني أغلب المشاريع تقدر تبدأها بدا الشيء. طبعا في مشاريع تحتاج investment of hundreds of thousands or millions of riyals to start. ما حأنكر الموضوع ده، ولكن start small, try أتعلمه، أخلطه، أرجعه ثاني أبدأه، وبعدين ممكن الواحد يفكر في قرض. فأبدأ باللي عندك، أتوجه للأهل والأصدقاء، وهذا ترى اللي يحصل لو تشوفي دراسات عالمية. أغلب المشاريع تبدأ كده، الموارد اللي عند الشخص وعند فريق العمل نفسه أو sorry the founding team والأهل والأصدقاء. ثالث option اللي you look at القروض والinvestment الخارجي. طبعا القرض مو هو الطريقه الوحيده اللي ممكن رائد الاعمال يعني تجي له فلوس خارج نطاق الاهل والاصدقاء. عندك زي الانكيبيتور بروجرام، some of them يعطوك مال يعني فيها funding. عندك انجل انفسترز، في سيز، اكسلريتور بروجرامز، هذه كلها تعطي مال مقابل نسبه من الشركه حسب يعني نوع الاتفاقيه اللي معاهم. فمو لازم يكون قرض، وممكن كمان الواحد يجيب شريك يعطي هو خدماته بدل ما انه يقدم مال. ففي حلول كثيره، وما المفروض يكون الفكره الاولى اللي تجي في بال الرائد او رائده الاعمال انه انا اخذ قرض. طيب هذه من سمي، بس قبل ما انا اي موف تو افنان تاتشينج اون ذا ديماند بارت، في ناس يعني ليتس بي اونست صعب ان انا اخترع برودكت جديد. دائما في شيء يعني مثلا بفتح محل برجر، طيب في 100 مكان برجر، بسوي اب توصيل، في 20 اب توصيل، فما تحسين صعب ان احنا نشوف الديماند في السوق؟ شوفي، عشان تكون رائد اعمال ناجح مو لازم اخترع شيء جديد تماما او اني اي كرييت ذا ويل اول اوفر اجين، بس هو مهم انه يكون انا عندي نوع من انواع الابتكار، نوع من انواع الاضافه اللي تميزني عن غيري. هذا هو الشيء اللي حيميزك عن غيرك وممكن يخلق لك ديماند أعلى عن الشركات الثانية. فمثلاً عندك دحين خلينا نقول المطاعم أو الشركات التوصيل،
ما في أحد فيهم perfect، إلا ما يكون في شيء ناقص عندهم، إلا ما يكون في مشكلة بتواجههم، وإحنا واجبنا كرواد أعمال ورائدات أعمال إنه أحاول ألاقي هذه المشكلة وكيف أنا أقدر أحلها، فأصير أنا أفضل من غيري. ممكن يكون الحل شيء جدا 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 بسيط، يعني إضافة خدمة معينة. مثلا كريم أول ما بدأ في السعودية الفرق بينه وبين أوبر كان موضوع الكاش، عارف إنه السعوديين عندهم أغلب الشعب يفضل استخدام الكاش ذيك الأيام. الشغلة الثانية اللي سووها المختلفة إنه كان في كول سنتر، في مشكلة تقدر تكلم بني آدم يحل لك إياها، أوبر ما كان عنده الخدمات هذه. So this is one way اللي كريم was able to expand the market عنده، يتميز عن الشركة الكبيرة الضخمة اللي كانت موجودة في السوق مثلا. فنلاقي طريقة اللي احنا نتميز عن فيها عن ال competitors. وطبعا في ال blue sea strategy انه احاول ادخل مجال او industry ما يكون فيه كثير competitors، but this is not always the case. طب شكرا لجين، نسمعك افنان تفضلي. يعطيك العافيه لجين، شاركتي نقاط مهمه لاي شخص حاب انه يبتدي مشروعه. انا حابه اشوفها من حابه اشارككم من زاويه شوي مختلفه. خلينا نرجع شويه قبل لا نبتدي اي مشروع. اي مشروع هو عباره عن فكره، الفكرة هذه زي ما ذكرت لجين إن مثلاً هل هي هذه الفكرة في لها احتياج، إيش هل هي موجودة ولا لا. طيب السؤال، من وين أنا أجيب فكرة؟ مين ممكن يساعدني إني أجد فكرة ملائمة؟ أيضاً من ممكن إن ممكن يبيع لي فكرة؟ ممكن أنا ما أملك الفكرة بس ممكن أجد فكرة. فلو نسأل أنفسنا هذه الأشياء قبل لا إحنا ندخل عن فكرتنا، مهم نوصل بالناس اللي يخدموننا لتطوير هذه الفكرة، سواء كانت مسرعة أعمال أو ممكن أنا ما أحتاج في هالمرحلة مسرعة، ممكن حاضنة أعمال لأني توني في مرحلة الفكرة أحتاج من يساعدني لتطويرها، أوصل لكيف أسوي دراسة للسوق صحيحة لهذه الفكرة والاحتياج أتحقق منه أنه صحيح. مثلا في القطاع الصحي حاليا مع أزمة كورونا في جاب في الماركت، فأنا أحتاج أني أوصل لمعلومات تساعدني بالفكرة. ممكن لا، الحاضنة ما راح تخدمني أني أنا ممكن أقدم هذه أو أجد هذه المعلومات. ممكن أنا منو أحتاج؟ أحتاج مستشار متخصص أو مرشد متخصص يساعدني في تطوير هذه الفكرة وأني أطورها بحيث أني أعرف كل المكونات الأساسية اللي أنا لو بشوفها من ناحية كبزنس موديل كانفاس، أطالعها إن الفكرة هذه نفسها إيش هي، مين هم العملاء الخاصين فيني، إيش قد قيمة مضافة أنا راح أقدمها لهذا السوق اللي أنا فيه بالتارجت حقي، إذا أنا أستهدف سوق سعودي ولا أنا أستهدف سوق على مستوى الخليج ولا أنا أستهدف سوق عالمي، وأيضا المكونات الأخرى على البزنس موديل كانفاس. بس أنا قبل لا أروح لها بأرجع الفكرة، خلينا نفترض أن أنا توني بادية بالفكرة وأبي ألقى دعم من يساعدني في منشآت. إذا أنا حاب أعرف وين أروح أو أجد كجهة تدعمني من ناحية تقديم استشارات أو مثلاً تدريب معين في الفكرة نفسها أو كيف أحولها المشروع، في اللي هو تطبيق متخصص اسمه نوافذ يقدم استشارات، أنا ممكن أحمله وأستفيد من هذه الخدمات اللي أنا لو كنت توني في مرحلة الفكرة، أو ممكن أنا أحتاج مرشدين في البداية وأحصل عليها في خدمات إرشادية. أنا ممكن ما أحتاج إرشاد واستشارات الآن، أنا حاب أني أتدرب أكثر على البزنس شلون يمشي، إيه هي فكرة في بالي، فممكن أخذ تدريب في أكاديمية منشآت. طيب قبل لا أروح لهذه، ممكن إيه أنا فكرتي هي ابتكار جديد، مين ممكن يساعدني بالجانب الإنوفيشن؟ في الرياض مركز ذكاء يقدم كل حلول باستخدام الذكاء الاصطناعي، واسبوعيا في اكتيفيتيز موجوده. انا شاركت مع الاستاذ الوضحه الرابط الخاص بمركز ذكاء، ممكن تطلعوا عليه. ممكن لو انتم عندكم مشكله حاليه في المشروع الخاص فيكم او اللي انتم تبون حاليا بالفكره نفسها تبون تطورونها شويه، تقدروا تحصلوا على التولز اللي تساعدكم في هذه المرحلة. وأيضا في كومبيتيشن دائما تصير إن أنا ممكن أقدم فكرتي وأطورها. فهذا لو جينا
نروح لجانب الفكرة، أنا أحاول ألخصها لكم بطريقة براكتيكال. فأنا الآن تأكدت من فكرتي، حصلت على ناس يساعدوني بالفكرة، أروح للجزء الثاني، من ممكن يدعمني أكثر أني أطور هذه الفكرة اللي مو بس هي فكرة في بالي. ذكرت بعض الأشياء الخاصة بالإرشاد في برامج متخصصة، وين ممكن ألقى حاضنات ومسرعات؟ نعم في جدة موجودة زي ما تفضلت أستاذة لجين المسرعة الخاصة فيهم، وفي جهات أخرى في جدة. ممكن أنا بما أن الحضور من مختلف مناطق المملكة حاب يتعرف وينهم مسرعات، وينهم حاضنات الأعمال أو مساحات العمل المشتركة أو مجمعات الأعمال اللي ممكن أني أستفيد من خدماتهم، سواء فيرتشوال أو ممكن أني أروح لهم. فتقدرون تعرفون كل هذه المعلومات من خلال الشبكة السعودية لحاضنات الأعمال. إيش طيب أنا لو حابة أو حاب أني أتعرف يعني مثلاً لو أنا متى أختار أروح مجمع للأعمال، ومتى أنا أختار أبحث عن مسرعة، ومتى أنا أختار أروح الحاضنة؟ مثلاً حابة أشارككم على في المنطقة الشرقية في حاضنة أعمال للمرأة اسمها بيادر، توفر معامل. هذه المعامل لو أنا الفكرة حقتي متخصصة أني أنا بنتج شوكولت، أو مثلاً أنا حابة أني أسوي زي موحد للسيدات أو للمصانع، أسوي زي يخدم الفئة المستهدفة، فمعناها أحتاج أنا نستد ما أني أروح أجر لي مصنع وتكاليف عالية، أروح ألجأ لهذه الحاضنة توفر علي أنا في المرحلة الأولى التكاليف، وأيضاً أن أنا أقدر أنطلق في المشروع الخاص فيني، وبعدها أعرف إيش قد أنا إذا أبي أتطور. طيب في النقطة الثالثة اللي نروح لها، اللي متى أنا أفكر أني أنا أبي أتوسع في مشروعي؟ ليش أنا ما يعني حابة ألخصها لكم ثلاث نقاط، حابة تشوفونها بصورة يعني أكبر. أول شيء أنا صار عندي فكرة، وكل ما يخص الفكرة من تطويرها ومعرفتي للسوق، وش قد إيش هو التارجت أودينس حقيني، وش قد حصتي السوقية، إيش قد أنا بشغل فكرتي، كل المعلومات اللي تخص الفكرة صارت عندي جاهزة. معناها سهل علي أدق باب أي حاضنة أو مساحة عمل مشتركة أني أنا أروح أستفيد من خدماتهم، لأنه واضح. بس ممكن أنا ما يكون عندي واضح، فهم يساعدوني لتوضيح احتياجي في مرحلتي الحالية وأيضا وصولي للخدمات. بعد ما أنا رحت لهذه المرحلة وعرفت أن أنا ممكن أروح، كون أني أنا في البداية لهذه الجهات الموجودة والحمد لله نجحت، بس أنا أشوف أن فكرتي بعد ما صرت في الحاضنة تحتاج أنها تكبر وتتوسع. معناها أنا الحين قلت لا، أروح المسرعة أعمال إذا مشروعي في القطاع الصحي، أني أدخل لأن حقق أرباح مشروعي في خلال السنتين الماضية في الحاضنة، وممكن أني أتوسع. ممكن أنا ما رحت لا حاضنة ولا كووركينج سبيس بالبداية، بديت من البيت وحقق نجاح وعندي very good يعني revenues والبزنس موديل حقي قوي، أني أبي أتوسع. سهل علي أني أشوف كيف أنا أقدر أعرض فكرتي اللي هي المرحلة الثانية، أبيع فكرتي سواء لمستثمرين، إن هم المقصد أني أبيع فكرتي، مش شرط أني أبيعها وأتخلى عنها، المقصد أني أعرضها أمام جهات داعمة ممكن تدعمني وتوسع هذا المشروع، أو ممكن أن يكون شخص يستثمر في مشروعي الآن ويساعدني أني أتوسع وأنتقل لمراحل مختلفة. طيب أنا إيش مهم عندي في هذه المرحلة؟ أنا كشخص بادي في مجال الأعمال مهم أني أعرف إيش تقدم الجهات اللي موجودة كحكومية وأيضاً غير هادفة للربح أو من القطاع الخاص لخدمتي في مجالي. يعني في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات متخصصين في مجال دعم المشاريع في الـ ICT. طيب منشآت تدعم جميع المشاريع في جميع القطاعات بمختلف، أنا في أي مرحلة من مرحلة مشروعي؟ هل أنا بالفكرة؟ هل أنا حاب أوسعها؟ هل أنا أبحث عن تمويل أو استثمار ملائم؟ فهذا باختصار اللي حبيت أشارككم فيه. وأي يعني استفسار واضحة إذا حابت تسألينا في هذه النقاط يسعدني أسمع. شكراً لك أفنان. إحنا أوريدي شاركنا مع الحضور الروابط اللي تكلمتي عنها الأكاديمية
وذكاء، وايضا الموقع تبع الجامعه الكليه اقسميها في نقطه مهمه عذرا ما ذكرتها لموضوع مركز خدمات منشآت. حاليا احنا من ازمه كورونا عندنا أسابيع افتراضية يقدم فيها جميع البرامج والورش في مجلس خاص برواد الأعمال، نستضيف الجهات الحكومية تتكلم عن الدعم المقدم لأصحاب المنشآت في هذه الفترة. فالإسمي سبورت سنتر الآن موجود في منطقتين، وأيضا شاركتكم بالرابط، ممكن أن أنتم تطلعون على مركز خدمات منشآت وجميع الفعاليات القادمة، فيخدمكم أن أنا في هالمرحلة إيش نوعية الدعم اللي ممكن أنا أستفيد منها. يعني مؤخرا وصلنا في أحد المجلس الخاص برواد الأعمال كحضور ومشاهد، يعني كمشاهدة فيرتشوال، أكثر من 1,000,000 مشاهد فاستفادوا منها علشان يتعرفوا على الخدمات اللي تهمهم يعرفونها في هذه الأزمة. فهذا النقطة المهمة اللي حابة أشجع أي أحد حاب يبتدي مشروع أنه يطلع على كل ما يحدث لخدمته في مشروع الحالي. أو أظن إحنا مرة يعني محظوظين إنه لما صارت الجائحة هذه إحنا كدولة كنا مستعدين من ناحية التطور التقني. الحمد لله الحمد لله، يعني Amazing. Very lucky. منار you walk the walk. So tell us, is it as easy as those ladies are saying? على قولتهم ما في شيء سهل في الحياة. وأي شيء أنا عن نفسي أقول أي شيء يجي سهل معناته فيه مشكلة. وما حيكونوا نفس الطعم لا في البداية ولا في النهاية. والأشياء الصعبة اللي تصير لنا في حياتنا والقرارات اللي إحنا نأخذها في حياتنا مو بس تحدد مصيرنا في النهاية، ولكن التجربة اللي إحنا نخوضها الصعبة هذه تصنعنا إحنا، تطورنا إحنا. أنا حتماً مو نفس الإنسانة اليوم، مو نفس الإنسانة اللي كنت عليه قبل 5 سنين لما بدأت ضاد، لما كان فكرة مو لما بدأت فعلياً. وأنا حتماً مو الإنسانة اللي اليوم مو نفسها الإنسانة قبل سنة بالضبط. فرحلة ريادة الأعمال خصوصاً في السعودية في مكان لسه، يعني أنا أعتبر نفسنا إحنا أول جيل يدخل كذا ريادة الأعمال، الدخلة اللي إحنا دخلناها وبمسمى ريادة الأعمال بحد ذاته. فدخولنا لهذا العالم يصنع من، يعني من تجربتنا وخبراتنا يصنع، خلينا نقول خبرة تراكمية مو بس عندنا إحنا، ولكن حتى زي كذا لقاءات لما نروح نتكلم كرواد ورائدات أعمال بنعطي جزء من الخبرة اللي عندنا للناس. فلذلك أي أحد يسألنا يقول هل الموضوع سهل؟ هل الموضوع فعلاً أروح حاضنة ولا مسرعة وكل شيء يكون رهيب وكل شيء يكون سهل؟ لا، أبداً لا. في كثير دخلوا مسرعات، في كثير دخلوا حاضنات وفشلت مشاريعهم، وفي كثير برضو دخلوا ونجحت مشاريعهم، وفي كثير هم تخلوا عن أفكارهم بنفسهم لأنهم يمكن وجدوا أنه الفكرة ما عاد صارت مجدية، أو السوق أصغر من ما كنت أتوقع، أو لأي سبب إن كان. فما في شيء سهل. يمكن لو ما أقدر أزيد صراحة على الكلام اللي قلتوه صراحة جميعاً، كان كله رائع وكله في محله صراحة. بس لو أبغى ألخص أو أبغى أتكلم من تجربتي، أنا هتكلم على 3 أشياء. رائد أو رائدة أعمال، دائماً أتلقى سؤال اللي هو أنت كمرأة هل كان الموضوع صعب عليكي؟ أي رائد ورائدة أعمال في السعودية ترى إحنا نشتكي من نفس الأشياء، فعلياً نفس الأشياء. ما في أي شيء خاص أنا واجهته لأني مرأة في السعودية، هذا 1. 2، إذا واجهت هذا النوع من الصعوبات اللي ما يواجهها زميلي أو رائد الأعمال الذكر أو الرجل، فهي ضغوطات اجتماعية، ما هي أشياء حكومية، ما هي أشياء صعوبات أواجهها بس علشاني مرأة أبدا، يعني ولا قد حسيت هذا الشيء. ضغوطات اجتماعية بحتة، مين يعتني بأهلك، مين يعتني بزوجك، متى حيصير عندك أطفال، هذا النوع اللي تواجهه أي مرأة لو دخلت أي مجال، حتى لو رحت تدريس زي ما راحوا كل أهلي من السيدات كنت حواجه نفس هذا الضغط الاجتماعي. هذا 1. 2، خليني أتكلم بس عن 3 أشياء، وهي أي رائد ورائدة أعمال كنصيحة مني أنا، أول ما تدخلوا هذا المجال أول شيء لازم تسووه، وهذه كلمة يعني عالقة في راسي يمكن من 2013،
اللي دخلني مجال ريادة الأعمال وخلاني أبدأ أستوعب هذا الشيء، لأنه أنا جاية من background أو خلفية علمية بحتة، أنا أفكر بأكواد، أفكر بمنطق زائد عن اللازم، أفكر بشيء لازم يصير كده عشان يشتغل. أبداً ما كان مخي ما في بزنس، ولا جيت من عائلة فيها بزنسز ولا whatever. فدخلت workshop أو دورة عن ريادة الأعمال في كاوست. كان دائماً المدرب يقول get out of the building، يعني المشروع ما يصير هنا في المحاضرة أو في المبنى اللي أنتوا فيه. المعنى كان إنه روحوا وأسألوا مين فئتكم المستهدفة. أنت تقولي فئتك المستهدفة الناس المشغولة، روحي أسأليهم كيف يبغوا هذا الفكرة، كيف تقدر تطبقيها. انترفيو الناس هذولا، أجلسوا معاهم أفهموا منهم بطريقة معينة في الأسئلة، وتقدروا تبحثوا عنها، بحيث إنه ما أسألهم سؤال أنا عندي تطبيق لو سويته هل حتستخدمه، ما نسألهم أسئلة مباشرة. فدائما روحوا استكشفوا فئتكم المستهدفة، لازم تسألوهم، لازم تستكشفوا هل أصلا في سوق، هل في ديماند ولا لا. إحنا كمجتمع نحب نجامل، فأي أحد حتقولوا له أنا عندي فكرة وإن شاء الله حطبقها، الكل حيشجعكم، الكل حيقول لكم أنا أول عميل، بس أطلقوا الفكرة ولا واحد من هذول اللي قالوا لكم أنا حكون أول عميل. نحب نجامل، نحب نحسس الطرف الآخر بالراحة. ما هو غلط أو عيب، ولكن هذه طبيعتنا إحنا وهذه فطرتنا، وبحسن نية بحتة. فدائما حاولوا تسألوا أسئلة غير مباشرة، ودائما يعني أبداً لا تسووا مشروع بناءً أو فكرة وتدخلوا هذا العالم أو المخاطرة، لأنه بحد أول ما تتكون الفكرة عندكم قررتوا أنكم تدخلوا هذا العالم، أنتم قررتوا تأخذوا جزء من المخاطرة على عاتقكم، فالموضوع ما هو سهل. فهذا أول شيء، ابحثوا، قابلوا الناس، اسألوهم، شوفوا فين الديماند. من هذه الأسئلة أو المقابلة الناس تعرفوا حجم السوق. يعني أنا مثلاً زي تكلمنا عن سوق البرجر أو المطاعم أو إيش ما كان، حجمها مرة كبير، حجمها يعني كبير جدا، يكفي إنه يكون فيه مليون محل برجر أو مليون كافي حق قهوة. فحجم السوق يستوعب هذا الكم الهائل من المنافسة، بس في أسواق معينة حجم السوق حقها صغير. فأنا لما أشوف إن المنافسين نية مرة كبير ما أروح أفتح، يعني ما راح أكسب كم حصة السوقية من حجم السوق هذا. فدائما استكشفوا هذه الأشياء من بدري قبل لا تدخلوا أي سوق، أي سوق إن كان. الشيء الثاني، دائما حاولوا تحيطوا نفسكم بالناس اللي هم أصحاب الخبرة، أو الناس اللي زيكم، رائدات ورواد أعمال. دائما إحنا دائما نتكلم نقول إنه يلا متى السيشن حق الحلطمة حقنا، بنجي كل واحد يلا تفنت، نقعد نتحلطم مع بعض كنوع من بس يعني نرتاح نفسيا، إنه دائما إحساس إنه أنا ماني لوحدي، أو إنه ما بسوي شيء غلط، أنا صح، أنا ماشي صح، بس إنه هو الطريق كذا. نصائح تجينا أحياناً من زملاء وزميلات في نفس هذا الطريق، تخلينا نتعرف أكثر على الأشياء اللي إحنا بنسويها، أو يعني نتعرف على طرق أخرى. الشيء الثالث والأخير هو لا حد يتوقع، ولا حتى جزء بسيط من المية، إنه يقولوا أنا عندي فكرة بس أنا ما أبغى أروح أتكلم عنها عشان لا حد يسرقها. خذوا نصيحتي، خذوها مني أنا شخصياً، أنا مجربة. طيب، واللي في رجله في النار مو زي اللي رجله في مدري إيش. الفكرة لو تنباع بيعوها وافتكوا. ما في فكرة تنباع. لو قلنا الفكرة مليون ألف مرة وأخذها مليون ألف شخص، كل واحد حينفذها بشكل مختلف، وأنا منهم حنفذها بشكل مختلف، وكل واحد حيكون عنده ميزة تنافسية، وكل واحد حيكون عنده قيمة مضافة مختلفة عن الثاني. فمسألة إنه أنا أخاف أتكلم عن فكرتي، مسألة إنه ممكن يسرقوا فكرتي، ممكن يأخذوها، ممكن ما أدري كيف، هذه أشياء ما لها وجود أساساً في الحياة بشكل كامل. في كثير يمكن في أمريكا وحتى في الصين، على حسب علمي وحسب ماني مطلعة، كثير ستارت أبس بتبدأ مو علشان إنها فكرة مليونية، أو مو علشان إنها فكرة حتغير العالم. كثير، وهذول أصدقاء لي أنا شخصياً، يبدأ فكرة علشان يعرف إنه أمازون تحتاج هذا النوع من التقنية،
فانا اروح ابدا هذا الفكره وهي صغيره وتيجي امازون تقول تعال انا ابغاك ياخذوا هذا الفكره. طيب وهم لسه صغار ففي افكار كثير تصدر علشان ناس ياخذوها او شركات كبيره ياخذوها. فلا تخافوا انكم تسووا الفكره تقول لا لو انا سويتها ممكن الشركه ضاد تشوف انه هذا الفكره وتقوم ضاد تسويها بالساهل. لا ممكن يصير اكوزيشن انه ياخذوكم انتم كشركه صغيره اكوزيشن ممكن تسووا الشركه ايش ما كان تخارج ايش ما كان الناتج النهائي فهو في النهايه ايجابي لك انت او لك انت كرائد اعمال. فلا تخافوا من مشاركه افكاركم على الملأ بالعكس روحوا تسووا انترفيو مع الناس تسالوهم تسالوا زملاء لكم لهم خبره تسالوا ناس اوريدي زي ما انت قلتي walk the walk فلا تخافوا من المشاركه ابدا بتاتا من بتة. ما في احد حيقدر يسوي اي شيء انتوا في بالكم بنفس الطريقه اللي انتوا تبغوا تسووها. شكرا منار صراحه يعني I can sum up your answer يعني in some points اللي هي research and development risk management network ecosystem وال seeking acquisition والتخارج. thanks سمي رجعين كنت بقول انه كل واحد فينا عنده افكار صح. الشاطر اللي يبدا يشتغل عليها وينفذها فتماما مع منار. واللي انا وافنان كنا بنقوله مو انه الموضوع سهل الموضوع مره صعب واغلب صح. المشاريع اللي تبدا تفشل حولنا العالم بنسبه تقريبا 90% من المشاريع اللي تبدا ترى. فالشطاره مو انه الواحد يكون عنده فكره رهيبه هو انه يبدا ويفشل ويطيح ويرجع ثاني يوقف ويحاول من جديد ويثابر يثابر يثابر لغايه ما ينجح. احنا اللي انا وافنان كنا بنقوله انه وسائل المساعده في السعوديه الحمد لله موجوده اللي يستخدمها الله حيي واللي يبغى يحاول بنفسه ويدقدق بنفسه برضه ممكن واللي يبغى فقط ياخذ مثلا خبره من اشخاص. انا بتكلم عن جد لانه اتعاملت مع كثير رواد اعمال واتاكد افنان نفس الكلام ده. ففي اللي يقول لك انا فاهمه كل شيء وحاشتغل وحسوي كل شيء صح لوحدي اوكي ما في مشكله حاول ولكن الشاطر اللي يعرف ايش قوته وايش نقاط الضعف ويجيب احد يساعده في نقاط الضعف صراحه. انا مره اتفق معاك يا جين واتفق معاكم كلكم يعني يمكن ضاد خريجه مختمين احنا كل الحاضنات والمسرعات اللي اوريدي موجوده وهذا لانه من دوري انا كقائده لهذا المشروع لهذه الشركه انه انا اقتنص الفرص اللي موجوده. وجود الحاضنات والمسرعات هنا عندنا في السعوديه من اهم الفرص اللي اي رائد ورائده اعمال لازم يقتنصها. هذا لا يعني انه اي مسرعه او حاضنه حتنقبل فيها ولكن يعني من اهم دور السي اي او او المدير العام او قائد هذه الشركه انه يقتنص الفرص اللي موجوده الحاضنات الدورات الورش العمل زي اللي بتصير في منشآت زي ما قالت أستاذة أفنان برضو اللي هي مركز الدعم التطبيق حق الاستشارات. يمكن أنا على علم شويتين كذا في أشياء بتصير في منشآت يعني كنت جزء منكم. الاستشارات اللي موجودة على فنار أشياء مرة كثير قاعدة ريسورسز مرة كثير قاعدة تصير في البلد لدرجة إنه الواحد ممكن يضيع يعني يقول أوكي أنا ما ألحق على إيش ولا إيش. فأهم دور من أدوار رائد الأعمال أنه يقتنص هذه الفرص حاضنات مسرعة أعمال حتى وإن كانوا يأخذوا على فكرة إيكوتي من شركتك ليش لا؟ ليش لا؟ إذا أنا حروح وأبدأ وما أخذ المخاطرة هذه لوحدي خليهم هم يأخذوا معايا المخاطرة يأخذوا نسبة فاين بس ما أبدأها لوحدي. وهذه أهم نصيحة أنا أقدمها لأي أحد لأنه أنا بدأت لوحدي بدأت لوحدي ولو رجع الزمن لورا أو اليوم أقول إنه ياريتني ما بدأت لوحدي. أنا كنت خام من غير أي خبرة أنا بس أعطوني لابتوب وخلوني أشتغل لوحدي يعني حتى مهارة العمل الجماعي ما كان موجود عندي مهارة إني أنا أختار فريق ما كان موجود عندي أتكون بعد ما أنا فعليا دخلت وانصقلت في مسرعات الأعمال في الحاضنات في ورش العمل اللي كنت أدخلها. على فكرة حتى الحاضنات والمسرعات اللي موجودة هنا في السعودية أعطتني فرصة حتى إنه أنا مثلاً أطلع برا يعني كانت تجيني زي المنى أطلع برا أشوف في أمريكا في أوروبا. بس كان إحنا ما بقى وقت كثير فبس يعني we will touch on that later. بس أنا ودي أسأل لوجين عن نسبة السيدات اللي يحاولون يطورون مشاريعهم في الحاضنات هل في نسبة كويسة في شيء كذا مشترك ما بينهم في تحسين صفات في هذول البنات؟
طيب أنا زي ما ذكرت لك أول، كم واحدة تشبه منار شفتيها؟ كيف؟ كم واحدة تشبه منار شفتيها؟ طيب بالنسبة لي نسبة، ما عندي نسبة صراحة بشكل عام في السعودية، ولكن خلينا نقول لو نبغى نشوف بادر for instance، بادر كانوا وما زالوا يعني من أكبر الحاضنات اللي موجودة في السعودية. طيب فهم اللي بدأوا في 2007 من البداية وهكذا، ففي 2018 قالوا إنه كان عندهم نسبة نمو 144% في عدد السيدات اللي تشاركوا معاهم في التك industry of entrepreneurship. So this is a huge percentage. Yes. يعني أستاذة أفنان شاركت معنا أول إنه 32% من السيدات اللي يمثلوا business أو entrepreneurial owners في السعودية، فالنسبة بتتزايد. أوكي الصفات اللي تميزهم أتوقع هي صفات موجودة حتى يعني في الرجال. أنا أوافق منار إنه ما في فرق ترى بين السيدات والرجال أبداً في وجهة نظري، we can do the same thing exactly. ففي رواد الأعمال بشكل عام الشغف، المثابرة والإصرار، هذه يعني شغلات جداً جداً مهمة، والقدرة على التعاون. يعني التعاون كيف؟ إني أنا أتعلم من غيري وإني أنا أعلم وأفيد غيري، هذه شغلة جداً مهمة إنه يكون في سايكل مستمر. يعني مو عشان أنا بالذات، هذه يعني شغلة أقولها دائماً للسيدات، لأنه أنا اشتغلت في حاضنات، في حاضنة عمل سيدات، وكمان اشتغلت في جامعة تدريس للسيدات. إحنا ما عندنا عدد كبير من القائدات ورائدات الأعمال في السعودية اللي هم سيدات، فمن واجبنا للناس اللي توصل وتنجح إنها تبدأ إيش تساعد اللي ما نجحوا لسه أو ما وصلوا، تمد يد المساعدة والإعانة عشان كل ما ست تنجح المجتمع كله ينجح. فهذه صحيح. يعني شيء مرة 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 مهم، والتعاون طيب. تعاوني مع الناس اللي حوالينك، مع الناس اللي في أنحاء ثانية في السعودية، مع خبراء، الواحد يطل حتى برا السعودية زي يقدر يستفيد من أحد. صح. You would be amazed يعني قد إيش الناس مستعدة أنها تساعد. يعني ترى ممكن ساعات الواحد يوصل لخبير ما يتوقع أنه أصلا يطالع فيه بس بمسج في لينكدإن، يعني من صح. تجربة هذه بس، أهلين كيف حالكم كذا كذا كذا، وحتشوفوا المساعدة. ف yeah, this is definitely نصيحة عندي. شكرا. أنا ودي أخذ الاستبيان لو سمحتي أفنان، وخلال الاستبيان بسأل أفنان سؤال يعني بعد الاستبيان كان جاوبين على طول. لماذا لا تزال نسبة السيدات منخفضة تقريبا؟ هذه التحديات اللي تواجه الرياديات إيش هي؟ لو تصوتون حضور، وإذا في أسئلة ممكن تكتبونها بالشات بوكس عشان ناخذها لو في وقت. إيش رأيكم يا سيدات؟ عدم الثقة. عدم الثقة. أفنان. نفس الشيء. عدم الثقة. منار. شوية محير صراحة، بس ممكن يكون عدم وجود دعم من قبل العائلة أو التمويل. or all above يمكن. قلة التدريب المهني 29%، قلة التمويل المالي 32%، عدم وجود دعم عائلي 8%، وعدم الثقة 25%، lack of leadership skills 5%. ففي عندنا جزئيتين اللي هي التمويل والتدريب. التدريب تكلموا عنه الأخوات موجود في الحاضنات والمسرعات. التمويل قالت لكم لوجين bootlegging وبعدين كراود فاندينج، فان شاء الله نحل المشكله. طيب افنان، ليش النسبه لسه منخفضه؟ علميني ايش التحديات اللي تمر عليك صراحه. يعني لو احنا بنلخص ابرز التحديات، ان بعض الافكار اللي السيدات تجي يعني تكون متقدمه عليها ما هي افكار تكون سكيلبل. نعم، هذا اول شيء. يعني فما تكون حتى في مشاريع يعني تكون دائما الماجوريتي تقليدية، نعم مع رؤية 2030 ومع جميع الدعم اللي موجود للمرأة والتحفيز والأثر الإيجابي اللي صاير بأهمية مشاركة المرأة وتنميتها اقتصاديا، ترى له انعكاس كبير في الأعداد والكونفيدنس لدى المرأة في التجارة،
فإحنا عندنا يعني دراسات عملناها إن هل المرأة حابة أنها تدخل الأعمال، هل هي عندها ثقة بالسكيلز اللي عندها أنها to start her own business. دائما الإجابات تكون positive، بس إيش هو التحدي؟ نوعية الأفكار اللي تتقدم عليها، فهذا الشيء أو اللي تبتدي وتبادر عليها ممكن تصير attractive، بس ما تكبر هذه المشاريع وتكون دائما بمرحلة المايكرو، ما تتوسع تكون أنا الحمد لله موجودة في هذا عملائي حابة أستمر، فما هي scalable. لذلك الماجوريتي منها تكون في المايكرو. والثالث اللي هو الثقة اللي نقصدها من ناحية الثقة بأن أنا ممكن أنجح أكثر في المجال حقي، يصير في الموضوع تواضع ويعني تحليل كثير للفكرة قبل تقدمها أمام أي مستثمرين. فحتى لو قفت قدام أي مستثمر أو جهة داعمة لازم تتأكد 100% من كل شيء في الدراسة حقتها، ولازم تتأكد يعني بالتفاصيل يعني، فهذا الشيء بطبيعتها يعني ما هي ريسك كثير تيكر، لازم تتأكد من كل شيء قبل أنها تدخل في هذا المشروع. هذا يقلل من أنها توصل للفرص، اللي هي تحدي آخر، وصول المرأة للفرص الجديدة أقل بحكم عدم وجود بروفيشنال نتورك أن المرأة تكون فيها وتعودت عليها من زمان أنها تكون تقدر تسمع وشو صاير في قطاع الصناعة، وشو صاير في قطاع الصحة as opportunity. نوعية النتوركينج اللي حنا نقوم فيها نعم صارت موجودة، والآن مع التغييرات اللي صايرة نشوف في كثير نتوركينج activities وفيها ميكس جندر، وصار في وصول للمرأة لها، بس لا زال تحتاج أكثر من وجودها في professional network وتقدر توصل لها، وأيضا أنها تكون هي بنفسها مستثمرة، لأن ما عندنا سيدات كثير مستثمرات، فهذا كله من تحديات عند المرأة، ومهم أنها نشجعها أنها تتولى القيادة في أحد هذه المجالات. في كثير عندنا يعني الماجوريتي من البزنسز حتى احنا عندنا اللي تروح في البرامج السكيلب نشوفها في مشاريع تقليدية، ما هي مشاريع تكون innovative. يعني نعم. احنا لان المنشآت نصمم برامجنا بناء على حجم المنشأة وش قد ايه ممكن ننقل هذه المنشأة من مايكرو الى سمول، من سمول الى ميديوم. فنشوف دائما ان الماجوريتي منهم ما يكونوا في الليفل حق الميديوم، قليل جدا في اللي فيها ريكواير كثيره، فتحتاج تبلد كومبتنسز انها تدخل في هذه المجالات الجديده. واضح، عارف انه عندنا وقت قليل، بس عندي سؤال مره مهم ابغى اوجهه لأفنان اذا تسمحي لي على السريع كده. أفنان، هل تظن انه الايشو هذا ليه علاقه بالإدوكيشن المتوفر للسيدات؟ يعني انا كنت اشوف في ينبع مثلا انه اللي في الجامعه عندنا التراديشنال اللي هي بزنس انتيريور ديزاين زي كده، ولكن من ناحيه الرجال كانت كلها دراسه اندستريال، عندهم روبوتكس، عندهم ميكانيكس، عندهم شغلات كثير مختلفة اللي هي تفتح يمكن البني آدم لمجالات innovative أكثر. They give them more skills. فأي ثينك إنه إذا الواحد يطلع على أرقام مستوى السعودية عندنا نسبة التعلم في السيدات أعلى definitely، ولكن إيش بيتعلموا في الجامعة؟ هذا شيء جدا مهم. يعني الأساس أصلا هل بنتعلم entrepreneurship، الحاجات اللي leading to innovation ولا لا؟ And this reflects في أنواع المشاريع اللي بيقدموها السيدات. لذلك يعني هذا اللي ذكرتيه له جين أتفق معاك 100%. لذلك إحنا عندنا محور كبير في منشآت نشتغل عليه متخصص بنشر ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات، وأيضا في برامج متخصصة له، حتى في مشروع كبير اسمه الشركات السعودية الناشئة متخصصة لطلاب الجامعة. بس ننظر النقطة اللي أنت تفضلتي فيها من ناحية وصول أن تواجد المرأة في تخصصات يعني مختلفة، نعم هذا له أكيد أثر، لأن إحنا مثلا لو نشوف المنطقة الشرقية تو مؤخرا المرأة صارت في الماجستير في جامعة بترول المعادن، نعم موجود عندهم مركز المعهد الخاص بالأعمال، ولكن ومفتوح للمرأة، مو معناها أنها ما تقدر تروح تستفيد من الفاسيلتي، بس هل هي وصلت
للريسورسز مثل الرجل؟ لا طبعا. فهذه كلها لها أثر لعدم وصول، يعني أن المرأة ما عندها هذه الفاسيليتيز، على أن ما هي متوفرة، إلا وجدنا كثير من السيدات البارزات في هذه المجالات وحققوا جوائز وبادروا على مختلف، سواء على مستوى الأبحاث أو غيرها. لو كان في أيضا من بداية من التعليم، حيكون له أكيد أثر في نوعية البزنسز اللي يطلعون فيها. طيب احنا خلص وقتنا وما خلص نص الأسئلة، فبحاول أمر على الأسئلة اللي يعني أشوفها مهمة بسرعة، ولو تعطوني جواب سريع إذا تسمحون. لو جين، إيش الفرق بين المسرعات والحاضنات؟ كيف أختار وين أروح؟ طيب ممتاز. بشكل سريع كده، الحاضنة اللي يفرقها عن المسرعة هي المدة. فالحاضنة عادة تكون من سنة إلى 4 سنوات ممكن أحتضن المشروع، وانه الحاضنه مو دائما تقدم دعم مالي. طيب فانا اعطيكي ارشاد، اعطيكي مساحه عمل، اعطيكي تدريب، اعطيكي نتورك، اعطيكي خدمات كثير، بس مو لازم انه اعطيكي فلوس وفي المقابل اخذ نسبه من او حصه من المشروع حقك. وايضا اغلب الحاضنات تفيد المشاريع اللي في بدايه المشوار حقها. بالنسبه للمسرعه، هي تسرع نمو المشروع في فتره زمنيه قصيره. فا it can be anything from 3 weeks لمثلاً 6 شهور، هذا ممكن تعتبر مسرعة. ودائماً المسرعة تنتهي ب funding round، نعطيك فلوس نأخذ مقابل نسبة معينة. الآن بدأنا نشوف مسرعات اللي تركز على المشاريع في من اللي يعني خلينا نقول idea to market، ولكن أغلب المسرعات تبحث عن مشاريع اللي هي حققت نجاح، عندها دخل وتبغى تنمو للمرحلة الجاية. حلو. طيب منار، راح نتكلم منار. سمي خلصتي لجين؟ تفضل. منار، احنا تكلمنا عن المنافسه وتكلمنا عن عوامل النجاح، فما راح ارجع اسالك السؤال، بس بسالك سؤال ثاني. انا ما شاء الله كل ما اطلع على الخطوط السعوديه اشوف منصه طاق الكتب الصوتيه، فودي اعرف كيف غيرتي البزنس موديل حقك من بي تو سي الى بي تو بي. طيب اقدر اصير رائده اعمال واسوي كذا اعلان بسيط؟ تفضل. طيب طبعا مرة أشكرك على سؤال الفرق بين الحاضنة والمسرعة، لأنه من أهم الأشياء اللي فيها misconception مرة عالي، لأن في كثير يروحوا للمكان الغلط بدل ما يروحوا للمكان الصحيح. الآن إحنا عندنا في ضاد مو بس حولنا لبي تو بي، حولنا الآن إلى مو بس كتب، صرنا نسوي زي نتفليكس لما تشوف الأوريجينال كونتنت، صرنا إحنا نسوي محتوى أصيل سميناه برامج. البرامج هذه احنا يعني نمسك فيها اشياء معينه في المجتمع واحتياجات معينه ونصنع عنها محتوى، من ضمنها رياده الاعمال. ففي عندنا برنامج اسمه سعه يتحدث عن مجموعه من المواضيع، من ضمنها الفرق بين الحاضنه والمسرعه، ومتى اتجه لحاضنه ومتى اتجه لمسرعه، من ضمنها الزواج ورياده الاعمال. ففي مواضيع اجتماعيه معينه، يعني مثلا انا رائده اعمال، كيف يعني لو جاني واحد اتزوج ما اتزوج، هذه الاشياء كلها. نفس الشيء للاولاد، كيف اتزوج. ومو بس كذا، يعني احنا ما نتكلم بس عن الموضوع، لا احنا كمان نجيب امثله موجوده من رواد ورائدات اعمال موجودين في السوق، نتناقش معاهم على هذه الاشياء. فاحنا نتكلم عن اشياء مره كثيره، سواء اجتماعيه او شخصيه او مهنيه، لرواد الاعمال تساعدهم في انهم يكملوا مشوارهم بأفضل طريق. يعني واحدة من أهم المواضيع اللي في ساعة هي الصحة النفسية لرائد الأعمال، وهذا موضوع ما في أي أحد بيتكلم عنه، ومن أهم المواضيع اللي لازم الكل يتكلم عنها، إنه رائد ورائدات الأعمال يواجهوا ثقل نفسي وعبء نفسي وتقلبات نفسية مرة كبيرة تأثر عليهم وتأثر على اللي حوالينهم من عائلة وإلى آخره. هذا من أهم المواضيع اللي موجودة في ساعة. وفي أشياء مرة كثير، خصوصاً وفي كمان موضوع عن قلة وجود رائدات الأعمال في السعودية وفي العالم العربي. فاللي حابب يعرف أكثر عن هذا الموضوع يروح يشوف ساعة ويحمل تطبيق ضاد. الآن إجابة على سؤالك اللي نسيته، كيف حولنا من بي تو بي، من بي تو سي لبي تو بي؟ أعيدة ولا نسوي تذكرينه؟ اشتغلت أنا. طبعا من اهم الاشياء في بدايه الطريق لاي رائد ورائده اعمال هو التنوع في مصادر الدخل. من اكبر الاخطاء اني انا اعتمد مصدر واحد واقول خلاص انا ما يجيني فلوس الا من هنا. فضاد الى اليوم بتجيب فلوس من بي تو بي وبي تو سي، سواء عقود، مشاريع حكوميه، او اليوزرز اللي بيحملوا التطبيق وبيشتركوا في ضاد. لانه مهما كان ما في احد يقدر في الوقت الحالي، خصوصا في الفتره
البداية يعني تكون بزنس لسه في طور النمو، ما تقدروا تعتمدوا على على شانل واحدة من الريفينيو، فدائما نعتمد على شانلز مرة كثيرة. والريسورسز اللي موجودة عندنا، يعني احنا اهم ريسورسز عندنا مو بس التطبيق، لا حتى عندنا محتوى، المحتوى ممكن انشره في كل مكان. فاحنا اليوم في ضاد بنشر محتوانا على اي منصة تحتمل انه يكون فيها محتوى صوتي، سواء مكتبات عامة، مكتبات جامعية، خطوط طيران، خطوط ريلوي اللي هي قطارات، حتى احنا قاعدين الان تديفلوب طريقة جديدة اللي هي مثلا وشوية انوفاتيف في مسألة المحتوى، اللي هو مثلا في السوبر ماركت، وهذه فكرة انا بشاركها معاكم الان. احنا دائما نروح السوبر ماركت ونجلس في معمعة السوبر ماركت ما نستغل وقتنا، في اشياء كثيرة ممكن تصير، نركب راديو ويذيع لكم محتوى في 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 الـ 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 في, الـ في السوبر ماركت، بس الحين ما في السوبر ماركت. فهذه واحده من الاشياء اللي احنا بنشتغل عليها، بحيث انه ما يكون عندنا مكان واحد نجيب منه فلوس، نحتاج قد ما نقدر نكون مبدعين في انه كيف نقدر ندخل دخل للشركه، يعني ما نحط كل البيض في سله واحده باختصار شديد. بالضبط. طيب كوفيد 19 يعني we cannot not think about it right now. لوجين إيش وضع الاستثمار الحين؟ الناس ماسكة فلوسها ولا قاعدة تقول لا والله كوفيد 19 قاعد يوجه الناس أكثر للإنوفيشن التقني؟ وبسألك بعد شوي برضو، أنت منار على ما تشربين قهوتك، يعني إيش كيف أثرت على ضاد؟ هل الناس زهقانة قاعدة في البيت قاعدة تنزل applications ولا لا مسكة خاصة؟ خلاص عرفت الجواب. We will go to you لوجين. واضح السؤال مرة مهم. الناس الريجولر كونسيومرز في تخوف، في إعادة حسابات، فين أصرف فلوسي، إيش أسوي، ما أعرف لغاية متى، هل وظيفتي حتكون زي ما هي في المستقبل. هذا الكونسيومر العادي. بالنسبة للإنفستور في صار تغيير في الراوندز اللي بتحصل. طيب الفلوس موجودة؟ نعم موجودة، ولكن الإنفستمنت أو الاستثمار بيحصل في أي مجالات؟ هنا الاختلاف. فممكن كان في مجالات أول ما المستثمرين ما بيستثمروا فيها كثير أو not as much as now، ودحين صار فيها ضخ كبير، زي مثلاً نعناع قريب جاهم راوند ما شاء الله funding. عندك edutech، عندك logistics، عندك health tech، عندك حتى في الشركات اللي هي تصنع equipment للhealth، هذه كلها دحين are ripe for investment. النوع الثاني من الانفستمنت اللي بيحصل، اللي شركات الاستثمار او الانجل انفسترز انفستد ان بزنس اللي دحين ما عادها ما بتشتغل واقفه. طب انا ايش اسوي؟ انا قيد اني حاطه اكس اماونت اوف ماني في دي الشركه، اخليها تموت ولا ارجع اضخ فيها زياده فلوس عشان تقدر تمسك نفسها لغايه ما تخلص الجائحه وتبدا تشتغل ثاني؟ فهذه نوعين الاستثمار اللي احنا بنشوفه في المجالات اللي دحين عليها ديماند عالي، والشركات اللي قدهم استثمروا فيها كثير وما يبوها تقفل بسبب الجائحة. فنعم في فلوس، فكرة كويسة، في فلوس. واضحة. شو أخبارك؟ أوكي دحين موميوت. إيش أخبارنا؟ طبعاً موضوع زي الجائحة هذا زي ما قلتي ما نقدر إنه إحنا. افتحي قلبك. لا أقل. قلبي مفتوح أساسا لوحده. ما نقدر نترك هذا الموضوع صراحة، ما نتكلم فيه. فزي ما قلت لي أستاذة لوجين، أتفق معك تماما من ناحية الكونسيومر ومن ناحية حتى المستثمرين. بالنسبة لنا إحنا كشركة ناشئة، كيف أثر علينا؟ خلينا نقول كيف أثر علينا في بداية، وبعدين ممكن أتكلم كيف إحنا قدرنا، مو قدرنا يعني، كيف بنحاول إنه إحنا نستمر وما يصير فينا شيء زعزع وجودنا في السوق. طبعا كلنا شاهدين على الاختلاف في اسلوب الحياة حقنا اليوم. اغلب الناس يعني تستهلك المحتوى الصوتي لما تكون مشغولة، حياتها سريعة مقربعة، مشواري في اليوم ساعة رايح نص ساعة رايح نص ساعة جاي، فحياتي مرة مزحومة، ما عندي وقت، هذا الوقت اللي انا استخدم فيه المحتوى. فالتغير المفاجئ في نمط حياة الناس هذا خلى يصير عندنا مثلاً نرجع نراجع مين هم التارجتد كاستومرز حقوننا،
عشان نروح نستهدف تارجت كاستمرز ثانيين، لانه اللي اوريدي كانوا موجودين عندنا مو كلهم راح يستخدموا الابلكيشنز اليوم. صحيح اثر علينا في اشتراكات كثير اتلغت، في ناس كثير قاعدين يطلبوا انه يوقفوا اشتراكهم هذه الفتره وبعدين يكمل بعد يرجعوا يعني يبداوا مره ثانيه، بس في نفس الوقت قاعدين احنا نحاول قد ما نقدر خطط معينه احنا كانت في المستقبل عندنا، زي احنا اليوم كان عندنا اطلاق البرامج الصوتيه حق الضاد، فالمفروض البرامج ما تطلق قبل شهر 6، فعجلناها أن تطلق الآن لأنها نوع جديد من المحتوى. فما أعتقد في شركات صغيرة أو متناهية الصغر ما أثر عليها الوضع اللي إحنا عايشينه اليوم، ولكن الكل بيحاول، والوضع المخيف أو المخيف بالنسبة لنا إنه إحنا ما نعرف متى ينتهي، ومو بس كذا إنه لو انتهى كيف حتكون حياتنا بعدها؟ يعني هذه قصة ثانية وطريقة ثانية في إنه إحنا كيف نتأقلم. أيوة بالضبط، إنه أوكي بكرة انتهت جائحة كورونا، لما نرجع لحياتنا الطبيعية هل حتكون نفس حياتنا الطبيعية أول، ولا نوع جديد من الحياة وأسلوب جديد في الحياة؟ فهذا معناته تأقلم جديد مو بس لنا إحنا ككونسيومرز، ولكن حتى كمان لنا إحنا كشركات. شكرا منار. انا باخذ اسئله من الجمهور الافنان. انا عندي جهاز مقدم عليه براءه اختراع يسهل الممارس الصحي، وابد ما عندي خلفيه في اداره اعمال ولا معرفه، وقدمت على حاضنه، هل تشوفينه خيار صحيح؟ حلو بعد انها تتواصل مع مركز ذكاء يخدمونها عشان يخدمون مشروع. ممتاز. ممكن تعطينا معلوماتها علشان نقدر نتواصل معاها بعد اللقاء عشان نعرف أكثر إيش مشروعها ونربطها مع الفريق المختص. أميزنج. صاحبة السؤال أرسلي لنا تغريدة أو دي أم لي أنا وأفنان وبنربطك فيهم إن شاء الله. طيب another question، ما مدى أهمية الماركتينج في المشروع؟ هل هو داعم كبير ولا لكجري؟ مين يحب يجاوب؟ لو جاي تحب تجاوب. دعم كبير. دعم كبير، خاصة في الوضع اللي احنا فيه دحين، قبل كوفيد وخلال كوفيد، انه في كمية من الضجة والمعلومات اللي you're surrounded by it. فماركتينج من اهم التولز انك انت توصلي لي العميل التارجت اودينس حقك، وانك توصلي له المعلومة and you connect with it. ما عاد صار الماركتينج بس إنه هذا اللي إحنا نسويه، لا، الماركتينج صار لازم تبني علاقة مع العميل المستهدف وتتكلمي معاه بلغته عشان تقدري تبني مع العلاقة اللي حتستمر، فيصير عميل يرجع لك تاني وتاني وتاني، ما هو بس إنه إحنا هنا. فالتسويق جدا 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 مهم. definitely. لو كان عندي فكرة تمي. أتفق مرة مع لوجين، زي ما قلت لكم إحنا الآن صرنا ندور على فئة مستهدفة جديدة، كيف حنوصل لهم من غير تسويق؟ ولكن كن حذرين في كيف إنه تسوقوا، لأنه كثير من يعني إحنا نشوف الآن يقولوا أمسكوا فلوسكم، يعني أصرفوها صح، لا تمسكوها 100%، لما تروحوا تسوقوا سوقوا صح، اختاروا فئة مستهدفة، لازم تكونوا عارفين كيف تبدأوا التسويق هذا، خصوصا إنه حيكون ديجيتال 100%، فلا تسووا شيء عشوائي في التسويق. صحيح، وكمان أدوات التسويق صارت مرة كثيرة الآن، فزي ما أنتوا حذرين قديش تصرفوا وفين تسوقوا، إيش الأدوات اللي تستخدموها، ودائماً جربوا تست، يعني أصرفوا مبلغ صغير في A ومبلغ صغير في B، تست هذا زبط ولا ده زبط، وأمشوا مع الشيء اللي يزبط أكثر. طيب إيش الـ return of investment المناسب للتسويق برأيكم؟ It's a hard question to answer لأنه يختلف على نوع الاندستري اللي بتشتغلي فيه، نوع التسويق، الفئة المستهدفة، الشانل اللي استخدمتيها، المبلغ اللي صرفتيه، الخدمة اللي انت بتسوقي لها. يعني دراسة، إذا يعني الدراسة، يعني هذا نرجع على الفكرة نفسها ودراسة المشروع نفسه، إذا ما كان في دراسة سوقية صحيحة عن الفكرة نفسها وكيف تدخل للسوق اللي متضمن الخطة التسويقية، ما راح تعرف حصتها السوقية وش قد هي تكون سيرفايف وموجودة في الماركت،
وتكون هي عارفة إيفن صار في تشينجز بالماركت وهو طبيعي وقصير أو ظهور منافس آخر، تعرف بالضبط متى تقدر إنها تطلع أو ممكن يعني تطلع يعني ببرودكت جديد وتستخدم التول، فهو يعتمد. فما في قيمة محددة حتى على نوعية البزنس زي ما تفضلت لجين، يعني ترى ممكن بزنسز ممكن يصرفون 80% على الماركتينج لأن 20% حطوها على الـ يعني مثلا البلاتفورم حقهم ممكن يعتمد يعني مع الأوبريشن حقته فيعتمد يعني. وشغلة لازم الواحد يفكر فيها سؤال جدا جميل customer acquisition cost، هذا شيء مرة مهم. Customer acquisition cost. Okay. That's a very good question صراحة. I am in love with it. بس بقوله هو مكتوب بالإنجليزي فبقوله وبترجمه. What was the main goal to start the business and drive you to succeed from your point of view? Was it gaining or social service or both? يعني ليش الواحد يسوي بزنس؟ هل عشان يسوي فلوس ولا عشان يسوي منا؟ اسمعك جاوب انا. اوكي كل واحد فينا ممكن يكون الو سامعينك. طيب كل واحد فينا ممكن يكون عنده هدف. ترى واضحه عندك تاخير في الصوت وفي كل شيء بس عشان اقول لك. طيب كل واحد فينا ممكن يكون عنده هدف خاص فيه، ما في ولا اي هدف خطا، ما في ولا اي هدف صح، ما في ولا اي هدف انا افضل من البقيه. وكل واحد فينا يكون له هدفه، هذا اللي يخليه يصحى كل يوم عشان يروح يشتغل، يروح المكتب ويدخل كل يوم المعاناة الجديدة اللي هو راح يعانيها والمغامرة الجديدة اللي راح يدخلها. عن نفسي أنا بدأت بزنس لأنه يمكن في هذيك اللحظة ما فكرت، ما كان عندي أهداف أبداً، كذا بدأت عشان that was something that I can do. بس اليوم شفت الامباكت والأثر اللي ضاد يسيبه على الناس، سواء فكرياً أدبياً. فهذا الشيء اللي خليني أنا كل يوم أصحى من النوم يخليني أستمر. واحد من أهم الأشياء اللي إحنا استوعبناها ولليوم دائماً أنا فخورة أن أتكلم فيها، إنه كثير طلعت مقالات حول موضوعين. الأول دور الأدب والمحتوى في تعزيز الخيال عند الأشخاص. طبعاً ليش نقول تعزيز خيال؟ لأنه الخيال هو اللي بيخلي الواحد يسأل يقول ماذا لو؟ الخيال والسؤال هذا ماذا لو معناته ماذا لو أنا أقدر حل مشكلة كوفيد 19 بالقهوة مثلاً؟ طيب فسؤال هذا ماذا لو هو اللي يخلينا نفكر بطريقة مختلفة، يخلينا نبتكر حلول لمشاكل نواجهها اليوم أو حتى مستقبلاً. هذه أهمية الخيال. الشيء الثاني إنه وهذا شيء إحنا للأسف بنشوفه في كل مكان، إنه إحنا صنعنا دومين، صنعنا منطقة الناس يقدروا يتكلموا فيها ويكونوا مرة سبجكتيف، ما ينتقدوا شخص بحد ذاته، ما يتكلموا على بعنصرية أو بتطرف. خلينا نتكلم، صنعنا دومين الناس تشارك فيه أفكارها، تشارك فيه انتقادها للعمل الأدبي، تشارك فيه الأشياء اللي غيرت حياتهم أو النظرة أو كيف الرواية هذه فتحت عيوني على أشياء معينة. صار الحديث جدا إيجابي. فتخيلوا هذا الشيء لو استمر على مدى كمان كم سنة. في أبحاث كثير تقول ومليانة مو بس عن الخيال، حتى كيف المحتوى can fight extremism في مجتمعات مرة كثيرة. هذا هو محتوى، يعني نتكلم عن الروايات، نتكلم عن كتب بسيطة. فأنا أتوقع أنه كل ما قرأنا أكثر كل ما ارتقينا أكثر بالمجتمع. فتخيلوا أنه ضاد بتساهم في ارتقاء المجتمع من مرحلة إلى مرحلة ثانية، فهذا أكثر شيء أنا يخليني أصحى من النوم كل يوم. شكرا منى. أنا ودي أختم بالبول الأخير لو سمحتي أفنان، لو تعطينا البول الأخير، وإذا في أي شيء حابين تقولونه بنات قبل ما نقفل
في كثير يسألون هل تعتقد أن معظم رياديات الأعمال حققوا نجاحهم بشكل مستقل ولدوا في أسر تجارية يسرت لهم النجاح؟ هذا سؤال مهم وأعتقد أنه يتكرر على الكثير. أحب أختم كلمة أخيرة مع كل سيدة، وفي كثير يسألون كيف يتواصلون معكم. أفنان موجودة على السوشيال ميديا، وبرضو منا ولوجين موجودة على لينكدين. إذا ممكن بس أشارككم حاجة مرة بسيطة على ما يخلص البول. سمي. كثير يتحدثوا على فكرة على النجاح كأنه هو الحلقة الأخيرة من أي قصة أو من أي مسلسل إحنا نبدأ في حياتنا أو من أي فصل نبدأ في حياتنا، ولكن حابة أقول لكم إنه النجاح أبداً ما هو الفصل الأخير. النجاح هو رحلة تبدأ ولن تنتهي، فالنجاح هو عبارة عن نجاحات صغيرة تحصل في يعني تحصل في طريقنا وبنواجهها باستمرارنا. فابدا لا تتوقعوا انه ضاد نجحت طب اوكي واتس نيكست. فالنجاح ابدا ما هو ديستنيشن، هو جيرني كلنا نكمله. فيمكن هذا اكثر شيء حابه اشاركه للكل، وانا موجوده لاي مساعده، لاي منتورشيب، خصوصا للناس اللي في الايرلي ستيج، موجوده على لينكدين وعلى تويتر والموست ايفريوير، بس جوجل ماي نيم. شكرا شكرا لك. طيب عندنا تاي هنا ما بين الاستقلاليه والاسره التجاريه، واعتقد ات ميك سنس لما اربطها بالسؤال اللي قبله ان عدم وجود الدعم العائلي. هل تسمعون هالكلام يتكرر كثير افنان ورجين ان فلان نجحت لان ابوها فلان، فلان نجحت لان عائلتها فلانيه؟ إذا الواحد يبغى يتكلم بشكل منطقي، خلينا نقول عدد الأسر التجارية في السعودية أو اللي لها في التجارة كثير أقل من عدد رواد الأعمال الناجحين صراحة. حقيقة يعني إذا بس الواحد يطول حوالينه، يس، لو الواحد جاي من عائلة ناجحة في التجارة أكيد حيكون عنده أدفانتج أكثر من غيره من ناحية الكونكشنز، المعرفة، عندك مرشدة قاعدة معك في البيت، يعني أعرف المال ممكن، ولكن هل أغلبية الناس اللي ناجحين في ريادة الأعمال عشان أهاليهم تجار؟ أكيد لا، أكيد لا. أيضاً كثير من السيدات حقيقة اللي نجحوا حتى بعضهم كانوا ولدوا في أسر يعني أسرتهم كلهم أكاديميين أو في القطاع الصحي، بس هم طلعوا في مجال جديد، وفي بعضهم في بعض السيدات حقيقة كانوا في المجال الصحي وطلعوا وأسسوا لهم شيء مختلف تماما، يعني ما يمت بالقطاع الصحي at all يعني. فهو عبارة عن رغبة وحلم، زي ما شيء يخليك تصحين كل يوم زي ما قالت منار، شيء أنت تحبينه، شيء أنت عارفة مهما واجهتي من تحدي أنت حتقومي وحتقومي مرة ثانية علشان تتجاوزي كل هذه التحديات وتحققين في الحلم اللي أنت أو الرغبة حقتك اللي اتخذت القرار وقلتي أنا بسوي هذا المشروع. Amazing. طيب أفنان، إيش النصيحة اللي توجهينها للسيدات اللي موكبة التطور لزيادة المشاركة الاقتصادية؟ وهذا آخر سؤال ممكن تختمين معه. أهم نصيحة حابة أوجهها للسيدات، شوفي حولك عن الفرص المتاحة الحين واجتهدي لتطوير مهاراتك، وأيضا أن تجميع نتورك مميزة حواليك تساعدك أنك ترتقي في البزنس الخاص فيك وتقللي من الأخطاء اللي ممكن تتعرضي لها وتوصلين لنجاحك، واختاري مجال تلمعين فيه وتكونين رائدة وتساعدي السيدات الأخريات إن شاء الله في هذا المجال، تكوني مو بس تصنعين أنت هذه الفرصة لنفسك، تصنعين هالسيدات أخريات في مجال جديد وأنت تكوني يعني ملهمتهم ودعمتهم. Amazing. لو جايين any last words؟ لا تخافوا، أبدأوا ودوروا على الناس اللي تساعدكم. وأظن إحنا كسيدات يعني كثير مننا نكون عندنا القلق زيادة، فما في أحد perfect، ما في أحد شاطر في كل شيء. أعرف قوات نقاط القوة اللي عندك واشتغلي عليها، ألمعي فيها. نقاط الضعف اللي عندك لاقي أحد شاطر فيها اشتغل معاكي، لا تحاول تسوي كل شيء بنفسك وأبدأي. وأهم شيء كمان المرونة، إنه شيء صار يمين أروح يمين، شيء صار يسار أروح يسار، مو أتمسك بالفكرة حقتي وإنه لازم تحصل بالطريقة هذه. لا، شيء مرة مهم في الرائدات ورواد الأعمال هي المرونة
وده أكتر شيء شفناه دحين في كوفيد 19. الشركات اللي قدرت تمشي حالها وقدرت تستمر في العمل وتعمل دخل هي الشركات اللي عرفت تتدارك الوضع ويعني react to it rather than stand still في من خوف. Amazing. منار. صراحة مرة يعني كل last words كانت جدا رهيبة، ما أعرف إيش أقدر أزيد عليها غير إنه لا تكترثي صراحة. أبدا لا تكترثي لكل كلمة تجيكي من المجتمع اللي ما هو in your shoes، يعني ما هو في مكانك، ما بيشوف العالم زي ما أنت تشوفي. لا تخافي، عادي إنك تكوني متزوجة وتبدأي بزنس، عادي إنك تنخطبي وأنت عندك بزنس. عمر ريادة الأعمال ما حتكون عائق إنك أنت ما تتزوجي. كلام الناس ما راح يوقف. أنا أكبر مثال، متى تتزوجي؟ طب تزوجت، يلا متى تجيبي أولاد؟ طب لو جبنا أولاد ما متى تجيبي أخو، متى تجيبي أخت؟ فلا تكترثي لهذه الأمور، هذه كلها ضغوطات اجتماعية نواجهها كلنا مهما كانت مجالاتنا. فخليها كلها كده على جنب وروحي شوفي كل الفرص اللي موجودة زي ما قالت أستاذة نورين والأستاذة أفلام. Amazing. الله يعطيكم العافية، يعني ما شاء الله تبارك الله قعدنا ساعة ونص، مفروض ساعة ونخلص، وأتوقع لو قعدنا ساعة زيادة الأسئلة مليانة، جوالي مو قاعد يوقف. يعطيكم العافية جميعا، شكرا. أحب بس أن أنا أعلن أن في راح تكون ورشة عمل يوم الأحد القادم لها علاقة بالابتكار ريادة الأعمال، راح نعلن عنها في حسابنا في تويتر، وأدعو الجميع الحضور أن ينضمون لها. وشكرا، شكرا سيدات، يعطيكم العافية. يعطيكم العافية عن المبادرة الجميلة، شكرا.